أعاد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الكرة إلى ملعب الإنقلابيين والمجتمع الدولي مرة أخرى قبل أن يحزم حقائبه ويغادر الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت. هذه المرة قام الوفد الحكومي حين ذهب للتوقيع على خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة. لدينا استعداد أن نوقع، كنا نعتقد بأنهم سوف يستجيبون وبأنهم سيوقعون معنا على هذا، لكنهم رفضوا. وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أكد في مؤتمر صحفي قبل المغادرة أنهم قدموا الكثير من التنازلات الإيجابية لاستمرار المفاوضات، إلا أن المتمردين لم يقدموا على أي خطوة في المقابل لإثبات حسن النية. أتضح من مواقف حتى الآن منهم لا نعتقد أنهم سيوافقون لا على هذا الاتفاق ولا على أي اتفاق آخر، هم يريدون فقط شرعنة انقلابهم، وإذا لم يوافقوا نحن سنبقى نحرص على السلام ولكن لشعبنا سيكون حديث آخر. إذن ما حدث ليس انسحابا كما حاولت الميليشيا تصوير مغادرة وفد الحكومة، بل هو ما يعني فرصة لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الميليشيا بمشروع القرار قبل انتهاء المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات في 7 أغسطس الجاري. التوقيع على مشروع الاتفاق يجعل من الطرف الحكومي متقدما بخطوة على وفد الحوثي والمخلوع، وهو ما يترك الباب مفتوحا على كل الخيارات ويكشف عن تصورات المجتمع الدولي لماهية الحل المفترض اتخاذه في اليمن. في اعتقادي بأننا نحن ذاهبون للتشاور مع القيادة السياسية، والأمر منوط بالطرف الانقلابي أن يعود إلى رشده ويوقع هذه الاتفاقية أو الاتفاق حتى نستطيع أن نخطو نحو السلام ونحو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب. قد لا يكون الاتفاق هو الأقرب لتصور الحكومة للحل، لكنه يضمن الحد الأدنى من تقليم أظافر ميليشيا الحوثي والمخلوع والضغط من أجل توقف آلة الحرب والدمار التي أكلت الأخضر واليابس خلال ما يقارب 2 من عمر الحرب. يغادر الوفد الحكومي مطار الكويت عائدا إلى الرياض بعد توقيعه على اتفاقية ولد الشيخ، فيما الطرف الآخر يبقى لديه أسبوع للتوقيع، وإما تبقى كافة الخيارات مفتوحة. والعجابري، قناة بلقيس، الكويت.